لحظات تركيز، استعداد، تحدي من أجل الهدف والفوز بالبطولة بإذن الله. وأكيد الهدف اللي كلنا بنشتغل عليه السنة دي الفوز بدوري أبطال إفريقيا، البطولة اللي مرت بمنحنيات وبصعوبات وبمطبات كتيرة جدا، ولكن قدر الأهلي يفرض قيمته في دوري أبطال إفريقيا هذا العام. يمكن على مدار مشوار البطولة البداية كانت صعبة، البداية بمواجهة اتحاد المنستيري التونسي، وقدر الأهلي يعود من تونس بنتيجة إيجابية وسجل خارج الديار، سجل في تونس ثم تأهل الأهلي إلى دور المجموعات. وكانت المواجهات الصعبة بالنسبة له مواجهة صن داونز خارج القاهرة والمباراة التي أقيمت في بريتوريا، وهذه المباراة تحديدا كانت بمثابة نقطة الانطلاقة لصالح النادي الأهلي للوصول إلى المباراة النهائية، رغم أن هذه النتيجة التي خسرها الأهلي في بريتوريا كانت كفيلة بإنهاء موسم كامل لجيل كبير جدا من اللاعبين أو حتى لأجهزة فنية في أندية ممكن تكون أندية كبيرة بنفس مقدار ومكانة النادي الأهلي. الأمر الثاني كمان إنك خسرت من الهلال السوداني في بداية مشوار دور المجموعات، وهي المباراة الوحيدة التي خسرتها خارج القاهرة ولم تحرز فيها أهداف، ولكن بالمقارنة بباقي المباريات الأهلي أحرز أهداف في جنوب إفريقيا، الأهلي أحرز أهداف في الكاميرون، الأهلي أحرز أهداف في تونس، الأهلي تعادل سلبياً في المغرب ولم يخسر أمام الرجاء وتأهل لمرحلة الدور نصف النهائي، وجاء الآن الدور على المباراة النهائية واللعب مع الوداد الرياضي المغربي، والذي سبق أن خسر من الأهلي في اللقاء الأول بنتيجة 1-2، وبالتالي الأهلي يتقدم في النتيجة ومكسب مهم جداً قبل لقاء العودة. وبالتالي هذه البطولة من خلال سرد للنتائج كانت بطولة فيها مطبات صعبة جداً، ولكن لأن الأهلي هو الأهلي كان من أوائل الأندية المرشحة للوصول إلى النهائي بعد أن تخطى دور المجموعات وتأهل لمرحلة الدور ربع النهائي. الأجواء النهاردة في المغرب أقدر أقول يمكن دلوقتي في ما يقرب من حوالي 10,000 مشجع مغربي موجودين داخل مركب محمد الخامس. الملعب تم فتح كل البوابات والنوافذ الخاصة بدخول الجماهير منذ حوالي ساعة ونصف، ويمكن الآن عدد كبير جدا من الجماهير المغربية تصل إلى مركب محمد الخامس، ومعترض يعني متوقع أن النهاردة هيكون في ما لا يقل عن 45 إلى 50 ألف مشجع في مركب محمد الخامس. زي ما انتم شايفين على الشاشة دلوقتي دي لقطات حية من أمام فندق إقامة فريق النادي الأهلي، وعدد كبير من جماهير النادي الأهلي تقف انتظارا لخروج الفريق استعدادا لتشجيعه ومساندته ومؤازرته من مقر الإقامة حتى ملعب المباراة. مركب محمد الخامس لا يبعد عن هذا الفندق سوى بحوالي 5 دقائق، يعني بالعربية أو بالحافلة 5 دقائق أو 7 دقائق بالكتير، لو رحت كده ماشي على رجليك يعني توصل في حدود حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة، المسافة مش بعيدة. يمكن الأهلي موجود في وسط العاصمة في كازابلانكا، ويمكن الفندق ده كانت من الفنادق اللي دايما الاتحاد الإفريقي بيقيم فيها قبل المباريات الحاسمة في مركب محمد الخامس عشان قرب الفندق الإقامة من ملعب المباراة. بشكل عام الأجواء هناك الحمد لله لغاية دلوقتي أجواء كويسة جدا، ونتمنى تكون الأجواء مهيئة لإحنا نشوف مباراة فنية على أعلى مستوى، وبإذن الله الأهلي يتوج بالبطولة رقم 11. ولكن مزيدا من التفاصيل، مزيدا من الأخبار، ما هي آخر التطورات في كازابلانكا؟ نطير مباشرة إلى زميلنا العزيز كريم أحمد موفد قناة الأهلي اللي موجود حاليا أمام فندق إقامة فريق النادي الأهلي. مساء الفل يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا والأعظم جمهور في الدنيا جمهور النادي الأهلي. أنت في قلب الحدث وشايف كل التطورات والأجواء حواليك، طمنا النهاردة الفريق أخباره إيه؟ البرنامج اليوم النهاردة الدنيا ماشية إزاي؟ الحضور الجماهيري اللي أنا شايفه من امبارح من وقت ما اتحركت ورحت مركب محمد الخامس للتدريب الأساسي، وبعد ما رجعت الجماهير فضلت على طول منتظرة أمام الأوتيل، والنهاردة أنا شايف نفس الصورة وكأن الجماهير ما بتروحش حتى تخلد للنوم والراحة، لا الناس موجودة عشان تطمن على الأهلي أول بأول. بالتأكيد طبعا يا محمد، يعني على بركة الله بشيء الله بنتمنى كل التوفيق للعبتنا النهاردة إن شاء الله بإذن الله، رجالة في الملعب 90 دقيقة قتال على الكورة، حماس، شخصية، كل ده مطلوب من لاعبي النادي الأهلي النهاردة، لأن الحقيقة جمهور النادي الأهلي بيدي رسالة عظيمة جدا كالعادة. طبعا يعني التوافد زي ما قلنا الحقيقة على مدار 48 ساعة الماضية، اللي جاي اللي بيجي من أوروبا، اللي بيجي طبعا من الخليج، كل طبعا جمهور النادي الأهلي توافد. وعايز أقول لك كمان يعني ال 2500 تذكرة اللي تم تخصيصها لجمهور النادي الأهلي، يعني أقدر أقول لك حاجات بسيطة جدا مطبقة.
الإفريقية منها دي التذاكر إن شاء الله بإذن الله نشوف العدد الكامل لجمهور النادي الأهلي في المدرجات. وهو الجمهور عندك يا كريم، أنا شايف صور حية. يعني جمهور النادي الأهلي عايز أقول لك قاعد قدام الفندق مش عايز. بالظبط يا محمد بالظبط، جمهور النادي الأهلي يعني قاعد قدام الفندق على طول بينتظر لاعيبة للنادي الأهلي، لما بتشوف الهتاف والحرارة الكبيرة جدا في التحية لكل لعيبة النادي الأهلي وهي بتركب الحافلات بتنطلق إلى الملعب بتتوجه إلى فندق الإقامة، أمور كثيرة جدا 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 ومسؤولية كبيرة جدا على لاعيبة النادي الأهلي، لأن جمهورنا أكيد محتاج الفرحة، هيآزر وهيدعم في المدرجات بهتافه وحماسه الكبير جدا. ينقصنا إن شاء الله بإذن الله تركيز لاعيبتنا المنتظرين بمشيئة الله للتشكيل المميز اللي إن شاء الله بإذن الله يتم اختياره على اكمل وجه من مستر كولر اللي حضر بشكل اكثر من رائع لهذه المباراه. امور الحقيقه على مدار الايام الماضيه محمد كلها كانت في مصلحه النادي الاهلي، سواء فندق الاقامه زي ما اكدنا وقلنا، يمكن طبعا امنيا هنا بالنسبه لفندق الاقامه التامين بالنسبه له احسن بشكل كبير، لكن يعني اكيد بيبقى في بعض الامور، لكن ان شاء الله باذن الله كل الامور دي النادي الاهلي مش مركز فيها خالص. النادي الاهلي عنده هدف وحيد هو العوده من هنا بمشيئه الله بالبطوله ال11. طب بالنسبه لهذه اللحظات محمد يعني تعرف طبعا زي ما اكدنا وقلنا. اتفضل يا محمد اتفضل. بالنسبه لبعض الامور امبارح والنهارده شفنا اخبار كتيره ان كان في حاله صخب جماهيري من جماهير الوداد حول الفندق والاقامه، كانت في هتافات، كانت في يعني العاب ناريه، هل الكلام ده حقيقي؟ هل الكلام ده حصل؟ هو كان حصل في بعض الفترات في السنوات الماضيه، لكن المره دي هل الامر كان موجود؟ هل كان في تدخل للشرطه؟ لان النهارده كل المواقع بتتكلم على الموضوع ده، وانت بقى عايش جوه الاوتيل وموجود مع الفريق فتقدر تقول لنا هل الاخبار دي صحيحه، هل الاخبار خاطئه، هل تم تضخيمها؟ يعني اكيد الاجابه كلها معاك. بالتاكيد طبعا يا محمد، يعني انت عارف مصداقيتنا ومصداقيه قناه النادي الاهلي الحقيقه في البطولات الافريقيه تحديدا بتكون امر مهم جدا. يعني هبدا معاك يا محمد، لا الحقيقه جمهور الوداد ما كانش فيه العاب ناريه كما ذكر، لكن تواجده الحقيقه طبعا بالسيارات بالكلاكسات المعتاده يعني بشكل مستمر طبعا بيكون بتسبب بعض الازعاج، لان التوقيت متاخر شويه، يعني انت عارف طبعا 3 4 هنا طبعا بتوقيت المغرب لعيبه النادي الاهلي بتكون نايمه، لكن يمكن حصل هذا الامر امس تحديدا لاكثر من ساعه، يعني مش نقدر نقول اكتر من كده، لكن في خلال الساعه كان في بعض طبعا الامور الخاصه، لكن طبعا انت عارف مش هنقول كل جمهور الوداد، لان طبعا بتكون في قله متواجده طبعا بتكون بتحاول ان هي شايفه ان ده ممكن ياثر شويه على لاعبي النادي الاهلي، لكن يعني انت عارف يا محمد مهما كانت التحديات بالنسبه للاعبين، مهما كانت الازعاج، اي حاجه هتحصل النادي الاهلي عنده هدف، وزي ما باكد لك ده اللي مطمنا جدا من لاعبي النادي الاهلي من البدايه الحقيقه، من المطار، من بعض الامور الحقيقه ما وصلنا الى الدار البيضاء في اول يوم وشفنا بعض الامور كده طبعا في المطار مش عايزين نتكلم عليها بالتفاصيل، لكن كل الامور دي الحقيقه لعيبه النادي الاهلي مش مركزه فيها خالص، مركزه في المباراه، مركزه في تعليمات كولر، مركزه ايضا كمان في حديث الكابتن محمود الخطيب كالعاده القيمه الكبيره جدا لكل لعيبه النادي الاهلي اللي بيحفزهم وبيقول لهم ان جمهور النادي الاهلي وراكم، جمهور النادي الاهلي واعي بشكل كبير، جمهور النادي الاهلي مستني الفرحه، مصر كلها مستنيه الفرحه، عشان كده بقول لك يا محمد يعني التحدي كبير ومهم جدا النهارده للاعبين، الحمد لله لعبتنا في كامل لياقتها الذهنيه والبدنيه الفنيه الطبيه كل الامور دي الحمد لله مطمنانا بشكل كبير جدا، جمهور النادي الاهلي دوره كبير في المدرجات لان احنا اكيد كالعاده هنقابل كثافه جماهيريه كبيره، جمهور الوداد يعني بيتوافد من امام فندق الاقامه متوجه الى مركب محمد الخامس، هي تفتح طبعا الابواب الخاصه بالجماهير قبل انطلاق المباراه بثلاث ساعات، فيا رب ان شاء الله باذن الله جمهورنا يكون مؤمن بشكل مميز جدا، وده الحقيقه اللي بيقوم بيه الكابتن حسام غالي كرئيس للبعثه، العميد علاء صلاح ايضا كمان المنسق الامني بيحاول ان هو كل الامور الترتيبيه والتنظيميه في اماكن الجمهور النادي الاهلي، اماكن ايضا كمان كل اللاعبين اللي يكونوا خارج القائمه، الامور دي بتكون مهمه جدا، فيا رب ان شاء الله محمد الترتيبات والاجواء وتدريب الامس الحقيقه يمكن كمان كان مهم جدا، كولر ختم التدريب بركلات الترجيح، الراجل ما بيسيبش حاجه محمد، عشان كده بقول لك راجل مركز جدا ياسين المكاري الحقيقه قام بدور مميز جدا على مدار الايام الماضيه، يتبقى لنا التوفيق، يتبقى لنا دعوات دعواتكم طبعا، ويتبقى لنا توفيق ربنا سبحانه وتعالى بمشيئه الله. طيب قبل ما انتقل لضربات الجزاء الترجيحيه، واكيد ده شغل بقى خاص بالجهاز الفني، الاجتماع الفني ما اسفر عنه امبارح من نتائج، هل في ازمه في التذاكر؟ هل جماهير الاهلي كلها اللي موجوده حاليا عندك وموجوده في المغرب حصلوا على التذاكر اللي هتكون مخصصه للجماهير، ولا في ازمه في مساله الحضور الجماهيري؟ كمان المكان اللي هيكون فيه جمهور الاهلي، المقاعد اللي هيقعدوا فيها في مركب محمد الخامس، هل تم تحديدها ولا ما اسفر عنه الاجتماع الفني بالامس؟ لان اكيد في تفاصيل محتاجين برضو نوصلها لجماهيرنا، ان شاء الله باذن الله كل الامور ماشيه بشكل كويس جدا وتم التنسيق ليها بشكل رائع.
بالتاكيد يا محمد. طبعا يعني زي ما اكدت لك قلت لك الدور الاداري بيكون مهم جدا، وجود الكابتن محمود الخطيب ايضا، كمان الكابتن حسام غالي، مجلس اداره بالكامل، كابتن سعد عبد الحفيظ، كابتن سمير عدلي، الحقيقه ما بيسيبوش اي شيء. لا عايز اكد لك ان جمهور النادي الاهلي بمشيئه الله كل التذاكر هتكون معاه، العدد المتاح اللي خصص لينا هيتم طبعا طرح التذاكر لكل الجماهير المتواجده، ويمكن الجماهير كمان بتتوافد في هذه اللحظات، وده امر مهم جدا لان خلاص انت عارف مع كل ساعه الوقت خلاص بيقل، لكن بنشوف كثافه الحقيقه من الجماهير، ويا رب ان شاء الله لو العدد زاد شويه بنعمل ايضا كمان ان يكون ليهم دخول في الملعب حتى ولو العدد زاد حاجه بسيطه جدا. طبعا انت عارف يا محمد الجاليه المتواجده هنا حابه ان هي تكون متواجده بكثافه في المدرجات، لكن احنا ملتزمين وجمهور النادي الاهلي ملتزم والنادي الاهلي ملتزم بالاعداد، فده امر مهم جدا. بالنسبه للمكان المخصص لجمهور النادي الاهلي وايضا كمان كل افراد البعثه اللي هتكون خارج القائمه هيكون خلف طبعا دكه النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي يكون ناحيه اليمين، هيكون النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي والبعثه في خلفه مباشره عشان يسهل شويه عمليه التامين، ودي يمكن كانت امور مهمه جدا تم مناقشتها في الاجتماع الفني. ايضا كمان المسؤول الامني او الجانب الامني المغربي الحقيقه كان في تفاهم كبير جدا في هذا الامر، فعشان كده ان شاء الله منتظرين هذه الامور تتم بالفعل مجرد وجودنا في استاد مركب محمد الخامس، زي ما تم الاتفاق على المكان يخصص لجمهور النادي الاهلي، بعثه النادي الاهلي بالكامل تؤمن بشكل كبير جدا في المدرجات. متفائلين يا محمد وعندنا ثقه كبيره جدا في ربنا سبحانه وتعالى، وزي ما باكد لك وبقول لك مهما كانت التحديات ومهما كانت الصعوبات هو هدف وحيد بمشيئه الله، فرحه مصر ان شاء الله تكون عن طريق النادي الاهلي. طيب عايز اكد برضه على نقطه مهمه، ويمكن برضه هشوف كريم ايه التفاصيل اللي عنده، لانه اكيد عايش في الحدث اكتر مني. يمكن لغايه اللحظه دي يا جماعه لم يتحدد بشكل رسمي مين المسؤولين من الاتحاد الافريقي اللي هيكونوا حاضرين النهارده، يعني الطبيعي والمنطقي النهارده يكون رئيس الاتحاد الافريقي وصل للمغرب لتسليم كاس البطوله والميداليات. لغايه اللحظه اللي بتكلم فيها معاكم مفيش اي خبر او في اي فيديو او صوره يعني تؤكد ان رئيس الاتحاد الافريقي هيكون موجود في المغرب. اللجنه التنفيذيه، عدد من اعضاء اللجنه التنفيذيه برضو يعني جرى العرف ان خلال السنوات اللي فاتت بتبقى في فيديوهات، في كواليس، في اخبار بيتم طبعا نشرها بشكل رسمي عن وجود كل المسؤولين من الاتحاد الافريقي. نفس الامر وجود جياني انفانتينو السويسري رئيس الاتحاد الدولي. كل المعلومات دي لغايه اللحظه دي مش واضحه. الشيء الواضح اللي انا تاكدت منه بشكل رسمي ان الشركه الايطاليه المنظمه لدور السوبر عشان هتستعد لمثل هذه المباريات بعد 5 شهور موجوده في المغرب منذ الامس عشان بتعمل بروفات على فكره تنظيم هذه الاحداث، ولكن من خلال الشركه الايطاليه بعد 5 شهور. كريم لو عندك يعني معلومات، ان انا حاولت اعرف هل مسؤول من الفيفا من الكاف رئيس الكاف موجود، لو انت عندك تفاصيل قول لنا بقى، وانت اكيد عايش في قلب الحدث اكتر مننا. عفوا يا محمد السؤال الخط معلش الخط راح وجه، معلش السؤال تاني يا محمد. طيب يعني باختصار رئيس الاتحاد الافريقي اللجنه التنفيذيه، هل في اي مسؤول من قيادات الكاف موجوده في المغرب وصلت؟ لان لغايه النهارده الصبح ما فيش اي معلومات خالص عن وصول يعني مسؤول الاتحاد الافريقي. بالتاكيد يا محمد يمكن حاولنا ان احنا بنتكلم في هذا الامر، وحاولنا ان احنا يعني يبقى عندنا معلومه في هذا الامر. الحقيقه يمكن حتى هذه اللحظه محمد نفس المعلومه اللي عندك هي اللي عندي، مفيش حد وصل حتى هذه اللحظه من المعلومات، لان احنا بنتابع الحقيقه للصحف المغربيه والاخبار المغربيه، لكن منتظرين يمكن يكونوا على قبل المباراه مباشره ممكن يكونوا متواجدين، لكن حتى هذه اللحظه لم يعني يتم تداول الخبر بهذا الامر، وصول رئيس الاتحاد الافريقي، وصول اي شيء، اي مندوب من الفيفا، حتى هذه اللحظه محمد لم تصلنا اي اخبار بهذا. طيب الجزء الأخير بقى، متى تتحرك البعثة إن شاء الله إلى مركب محمد الخامس؟ البرنامج اليوم النهاردة الأمور ماشية بشكل كويس، التغذية، المواعيد الخاصة، الفريق يصحى إمتى، مواعيد الفطار، الغداء، يعني كل الأمور التنسيقية، والنهاردة كمان السفارة ومعالي السفير آخر زياراته لإدارة النادي الأهلي النهاردة فندق الإقامة. يعني بالتاكيد يا محمد طبعا انت عارف اليوم الاعتيادي بالنسبه للمباراه كلها طبعا بتكون مخصصه بدقه كبيره جدا من جانب التغذيه. النهارده يمكن كان فطار النادي الاهلي في 10 صباحا، وجبه الغداء هتكون في 3. طبعا كل التوقيتات يا محمد بتوقيت كازابلانكا. يمكن المحاضره الفنيه الاخيره هتكون هنا في فندق الاقامه في تمام الساعه 5:30، ومنها مباشره الى مركب محمد الخامس. محدد طبعا موعد التحرك 6:00 وربع بتوقيت كازابلانكا. الملعب قريب جدا جدا يا محمد من فندق الاقامه، يعني من 4 ل5 دقائق، لكن
لكن مع التكدسات اكيد في تحرك فريقه للنادي الاهلي ووجود جمهور النادي الاهلي وايضا كمان توافد جمهور نادي الوداد ممكن يكون يستغرق من 5 ل 10 دقائق. المسافه قريبه جدا يعني ان شاء الله باذن الله نصل قبل انطلاق المباراه بساعه ونصف، هو البروتوكول الخاص بالبطوله الافريقيه او باللجنه المنظمه. الامور طيبه جدا يا محمد، بطمنك وبطمن جمهور النادي الاهلي، عندنا ثقه كبيره جدا في كل المجموعه المتواجده معانا من الجمهور، عندهم دور مهم جدا ان شاء الله يقوموا بيه، ودور لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني اكبر يكلل بالنجاح النهارده اليوم. وكون فرحه كبيره يا محمد عليك وعلى كل جمهور النادي الاهلي باذن الله. كريم انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك ولكل افراد البعثه، وباذن الله ربنا يكرم الاهلي النهارده في اداء مباراه قويه جدا يقدر يكسب. الواحد متفائل والواحد عنده ثقه ان الاهلي هيقدر يكسب ويرجع ببطوله افريقيا، لان في حاجات كتيره جدا ممكن نبني عليها عوامل الثقه اللي عند جماهير الاهلي او حتى الاعلام المصري في الفتره الاخيره. ولكن كل شيء باذن ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يكرمنا في ال 90 دقيقه، وفي النهايه نتمنى التوفيق. ممكن تعمل كل اللي عليك لكن التوفيق لا قدر الله ممكن ما يكونش محالف ليك، فنتمنى يا رب باذن الله يكون التوفيق النهارده حليف فريق النادي الاهلي. نخرج الى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل.